الحديث عن افتتاح السوق متابعينا سوق الأسهم السعودية، ينضم معي المحلل الأسواق المالية الأستاذ عمر الزامل. أستاذ عمر، أهلا بك بداية وصباح الخير. كيف شاهدت بداية تعاملات السوق؟ كان يعني انخفاض طفيف، تماسك فوق مستوى 10700 نقطة. أهلا أحمد، صباح النور، أحييك وأحيي الأخوة المشاهدين. حياك الله. طبعا السوق حقق اعلى نقطه عند فوق مستويات ال 10700 من عام 2014، ويعود التفاؤل بسبب النتائج الافضل من المتوقع والعوده الى الحياه الطبيعيه، وهذا سبب الارتفاعات المستمره القويه الفتره الماضيه. توقعي الشخصي ان يكون الفتره القادمه ابتداء من هذا الاسبوع ان يكون هناك تصحيح على مرحلتين للسوق والاسهم اللي شهدت ارتفاعات قويه بسبب التضخم في المؤشرات الفنية والأسعار الحالية، ويستهدف السوق مناطق 9000 إلى 9200 خلال المرحلة المقبلة. طيب، ما يعني ماذا عن أبرز نقاط الدعم والمقاومة اللي يعني في جلسة اليوم أو حتى في يعني حتى نهاية الأسبوع؟ عندنا دعم عند مستويات 10200 كسرها قد يؤدي إلى مزيد من الهبوط، واستهداف منطقة 9200 إلى 9000. المقاومة خلال المرحلة المقبلة اللي هي عند 10785. طيب، يعني برأيك هل يعني سيستمر المؤشر في أداء متذبذب خلال ما تبقى من جلسات الأسبوع؟ بانتظار بيكون هناك انخفاض وتفتيح بسبب الارتفاعات اللي حصلت الفترة الماضية، وأيضا بانتظار النتائج اللي تعلن خلال الفترة القادمة للربع الثاني من هذا العام، اللي هي نتائج الربع الثاني. أتوقع أن تكون النتائج أكثر من رائع مقارنة بنفس الفترة لعام 2020، وأتوقع أن تكون مجموع الأرباح الشركات في الربع الثاني من هذا العام بين 120 إلى 140 مليار، بدعم كبير من أرامكو طبعا ومن قطاع البتروكيماويات بقيادة سابق. طيب، خلينا نتحدث عن يعني أداء القطاعات وتعليقك على يعني انخفاض قطاع المواد الأساسية وأيضا قطاع التطوير العقاري، أبرز الأسباب. التداولات وتوجه السيولة تختلف من قطاع لقطاع وتتنقل من ارتفاعات تلو ارتفاعات. معدل التداولات يعني في اعتقادي في ارتفاع قوي جدا مقارنة بالارتفاعات بالأربع سنوات الماضية، وما زالت تسجل ارتفاعات أعلى من اليوم الذي قبله. التفاؤل هو ما أدى إلى جذب متداولين جدد للسوق بجانب سيولة الصناديق، وعليها كانت الارتفاعات القوية والتنقلات من قطاع إلى قطاع خلال الفترة الماضية. لكن لا نفرض لأن كل ارتفاع قوي غير طبيعي يقابل هبوط قوي. طيب، خلينا نشوف يعني أبرز القطاعات يعني الداعمة في تماسك المؤشر يعني عند المستويات 10700. ايوه، لازالت التداولات وقد يكون جني أرباح خلال بداية من هذا الأسبوع، وعليها يكون نتائج على الأسبوع القادم، ونشوف هدف المؤشر يتضح خلال الأسبوع القادم. طيب، تتوقع انه يعني جني ارباح في التصحيح يعني فيه يعني تقريبا سيوله داخله في بعض الصناديق او في يعني اداء الاسهم، كيف سلوك الافراد او يعني سلوك المتعاملين في السوق؟ جني الارباح خلال الفتره بالنسبه للصناديق او المستثمرين الافراد، وهذا كتوقع هناك تصحيح على مرحلتين للسوق والاسهم اللي شهدت ارتفاعات قويه بسبب التضخم في المؤشرات الفنية والأسعار الحالية طبعا. يعني في تضخم في الأسعار الآن؟ أيوه نعم، رغم أنه بعض الشركات حققت أسعار جديدة. أي لا، في شركات المضاربية هي اللي تضخمت في المؤشرات، لكن في شركات حققت نمو في المبيعات وحققت نمو في معدل الأرباح لديها، ومما أدى إلى ارتفاع في سعر السهم، وهذا أمر طبيعي. لكن في أسهم ثانية حققت ارتفاعات قوية غير مبررة، وهي من يعني فعلة مضاربين، وهي لا توازي النتائج للشركة. تقصد أنه في نزعة مضاربية في السوق الآن؟ نعم نعم. طيب، خليني
اروح ل يعني التقرير اللي صدر في الربع الاول بالحديث عن اصول الشركات، يعني بلغت اصول الشركات السعوديه المدرجه حتى نهايه 2020 نحو اكثر من 6 تريليون ريال، ثلث يعني كانت لارامكو تحديدا. ابي تعليقك على هالامر. شركات مثل ارامكو صناعيه هي يكون راس مالها واصولها تنمو من فتره الى فتره، فشيء طبيعي جدا كل ما ارتفعت أرباح الشركات كل ما زادت أو تملكت أصول جديدة، وهذا بسبب النمو اللي يحصل في الشركات. طيب كيف تعليقك على سهم أرامكو، خصوصا أنه في بعض الأخبار اللي وردت أنه يعني تسعى أرامكو للحصول على صفقة بقيمة 12 مليار دولار هذه نهاية الشهر؟ بلا شك يكون داعم قوي لأرباح الشركة، خاصة في ارتفاعات النفط القوية اللي حاصلة، وهذا ما يغطي ميزانية الدولة. بلا شك بتكون هناك أرباح عالية وتدعم سيولة أرباح الشركات للربع الثاني، ومما يؤدي إلى يعني استهداف مناطق أعلى من بعد التصحيح القادم خلال الفترة المقبلة. طيب تعليقك على احجام السيوله، يعني بالامس كان اغلاقنا لامسنا تقريبا 15 مليار ريال في اغلاق الامس لحجم السيوله، والان يعني بعد مرور نصف ساعه كيف شاهدت احجام السيوله؟ معدل التداولات يعني خلال الارتفاعات السوق تزداد لما يجذب مستثمرين جدد ومضاربين جدد لاستغلال الفرص الحاصله السوق، لكن اذا كان هناك تصحيح بيكون هناك معدل تداول بحجم عالي وانخفاض تقريبا حول 50 نقطة، وهذا يشير بوضوح إلى هناك تصحيح قادم خلال الفترة القادمة. طيب أستاذ عمر الزامل محلل الأسواق المالية، شكرا لك.